سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد للعبه فورتنايت. طبعا يا جدعان السيزون ده محمسني جدا جدا، جو الشتاء بقى والتلج ومش عارف ايه. انا بحب الجو ده اساسا في الالعاب، يعني لما نزلت ماب الاوفر ووتش تلج وسكنات تلج وكده كنت بحب جدا العب اللعبه بسبب المود ده نفسه. فسيزون 7 بجد شكله هو اللي هيرجعني العب فورتنايت بشكل يومي تاني. النهارده يا جماعه هنجرب التغييرات اللي حصلت في الماب الجديده، هنشتري الباتل باس مع بعض وهنخش نجرب بقى السكنز الجديده، الاسلحه الجديده، الكاموز، الطيارات، الكلام ده كله ان شاء الله. ما تنسوش الشباب احنا عاملين $500 ار بي جيف اوي ل 10 فائزين، لينك التسجيل تحت في الديسكريبشن، والف مبروك للناس اللي كسبت الشهر اللي فات. وبالنسبه شباب لبطولات زليج دلوقتي تقدر تخش على السايت الرسمي zaleeg.me علشان تشوف كل البطولات اللي شغاله حاليا. احنا عاملين ان شاء الله بطوله قريب جدا للعبه روكت ليج يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. لو عندك فريق وعايز تلعب في التورنمنت دي الجائزه بتاعتها توتال برايس بول $500، انزل اشترك دلوقتي. وان شاء الله يا شباب في بطوله كبيره جدا لعبه كول اوف ديوتي على البلاي ستيشن 4 هتتلعب اخر الشهر ده يوم 27 ان شاء الله، فاحضروا نفسكم كده رجاله كول اوف ديوتي. غير كلام كتير، يا ريت يا جدعان يا ريت نوصل 1000 لايك على الفيديو ده لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر لفورتنايت. يلا بينا نبتدي الفيديو. اوكي، باتل باس سيزون 7 ابجريدد، ليتس جو. شكله عميت فشخ. اوكي سوري. ايه ده الفاينل سكين بقى؟ ده بتاع ذا ايس كينج ليفل 100، شكله حلو جدا بصراحه. في حد تحت؟ شفته؟ هو بيعمل ايه ده؟ بيجري في الحيطه؟ شكرا على الفري اليمينيشن. اوكي انا مش عارف بقى الطيارات فين بصراحه، انا عايز ابص يمين وشمال كده وانا نازل اشوف الطيارات فين. اعتقد ان هي جوه في الهانجرز دي. نايس. ما بعرفش اسوق. نايس. يا حرام وقع. موته. حلو الكلام ده قوي. حرام معهوش حاجه ليلي. ام سوري. دمعتك ازرق، انت جاي تهزر صح؟ ليلي دمعتك ازرق بجد. ما علينا، شكرا يا باشا على التك. ايه خلينا يا جدعان نفرم كده خشب ونتحرك. اوه منين ده؟ يلا حبيبي مثلي على نفسك. طب اوكي حلو قوي الكلام ده. اوكي شفته؟ انت بتبني احسن مني بس انا اشجع منك. So I'm going in. تعال يا حبيبي. حلو. روح ابني على ترتب. Come on man. البتاعة دي OP قوي، طب ما انا باني قدامها يا جدع. OP يعني. في حفلة بتحصل هنا، خلينا نخش ونبقى جزء من هذه الحفلة. جميلة. معيش طلق. في واحد تاني بيصطاد ملع في المايه العكرة. ايوه حاسس بيك بيصطاد في المايه العكرة. كمان من اتاخدت. يا الله. ماشي خلينا نروح بقى. ايه
اطفي المياه العكره، ارفع تحت عبيط اهو. حبيبي يا ابني ملحقش يتهنى حبيبي. حبيبي يا ابني الله يرحمك. الضرب اللي بيحصل شايفه شايفه شايفه. اوه تعال حبيبي او شجاع اطلع طلع راسك بس. اوكي نروح اجيبه. ريست ان بيس. لا 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 يا ابن اللذين. اوكي نوت باد. خلينا ننزل اجيب حاجتي دي. نايس. انا شايف واحد اهو. الله ايزي اش قوي شفتوا. تعيط شفتوا شفتوا شفتوا. اوه ماي جاد كلوز كلوز. يا ما هي انا انت بص. اوه تعال يا غالي. ما انا هجيبك. حلوه المطارده دي يا جدعان. يبقى التاني فين؟ التاني اعتقد ورا البص ده مش عارف منين. اه شفته 80 قصدي 90. هلس واحد هلس واحد. شيت يا ابن المحظوظه. هي ريست ان بيس. Easy.